ازيكم يا شباب؟ مكملين مع بعض سلسلة الفيديوهات الخاصة بحل كتاب بوكلة الوافي، وهنكمل مع بعض الأسئلة المهمة في بوكلة رقم 1. وفي الفيديو ده إن شاء الله هنحل السؤال رقم 23 ب. ب بتقول لي في الدائرة الموضحة بالرسم تكون قيمة المقاومة المجهولة X تساوي كام أوم؟ أوم اديني برضو ألف وب وجيم وده. طيب تعالوا نشوف بقى، نفكر في مسألة زي دي إزاي. دلوقتي عشان أجيب قيمة X، دي قيمة مقاومة، يبقى المفروض يبقى عندي ايه؟ يبقى انا لو عرفت فرق الجهد ما بين طرفين المقاومة دي وعرفت شدة التيار اللي بمر فيها اقدر اجيب المقاومة من قانون اوم. دي طريقة. في طريقة تاني، ان انا لو عرفت اجيب قيمة المقاومة المكافئة للدايرة دي اقدر اطلع منها برضو قيمة اكس. طب اجيب قيمة المقاومة المكافئة للدايرة دي ازاي؟ ان انا اعرف التيار الكلي، وادي عندي فرق جهد البطارية، يبقى اقدر اجيب منه المقاومة المكافئة للدايرة دي. دول الطريقتين اللي اقدر احسب بيهم قيمة اكس. فانت تقدر تشتغل باي واحدة. تعال احنا هنشتغل بالطريقة اللي هو ان انا اجيب فرق الجهد على طرفين المقاومة اكس واجيب شدة التيار المار فيها. طبعا دلوقتي المقاومة اكس مع المقاومة 10 متوصلين مع بعض توازي. طيب طالما توازي يبقى كده المفروض فرق الجهد عند النقطتين دول بيساوي فرق الجهد عند النقطتين دول. طيب فرق الجهد هنا بيساوي كام؟ هو هنا مديني التيار اللي بيمر في المقاومة 10 اوم، يبقى عشان اجيب فرق الجهد عبارة عن اي في ار، يبقى كده في، لو سمينا دي وليكن في واحد، يبقى نقدر نقول ان الفي واحد بيساوي الاي مضروبة في الار اللي هي 3 من 100 مضروبة في قيمة الار اللي هي 10، يبقى دي هتساوي عندي 3 من 10، وانا بحسب فرق الجهد يبقى كده 3 من 10 فولت. يبقى خلاص في واحد عندي 3 من 10 فولت، يبقى هنا الفولت المتطبق على اكس برضو 3 من 10. طيب دلوقتي عشان اجيب شدة التيار اجيبها ازاي؟ احنا عندنا التيار الماشي في الفرع ده، يبقى عشان احسب التيار الماشي في الفرع ده لازم اجيب التيار الكلي، لان التيار الكلي ده اللي هو وليكن اي هو عبارة عن مجموع اي واحد اللي مار في المقاومة 10 زائد اي 2 اللي هيمر في المقاومة اكس. طيب نجيب التيار الكلي ده ازاي؟ طبعا انا ما عنديش المقاومة الكلية، هو لو عندي المقاومة الكلية انا كنت عرفت احل الموضوع من زمان. طيب يبقى المفروض ان انا اجيب التيار ده ازاي؟ دلوقتي نبص هنا، فرق الجهد على طرفين البطارية اللي هو 1.5 فولت متطبق فين؟ متطبق ما بين النقطتين دي والنقطة دي. طب كده انا اقدر اقول ان الـ VB اللي هو فرق الجهد على طرفين البطارية، طبعا عشان مفيش مقاومة داخلية، هيساوي في واحد اللي هو فرق الجهد ما بين النقطتين دول اللي هو سواء ما بين طرفين المقاومة 10 اوم او هو ما بين طرفين المقاومة اكس اللي عاوزين نجيب قيمتها، يبقى هو بيساوي في واحد زائد مين؟ زائد فرق الجهد على طرفي المقاومة دي، يعني لو سمينا ده في 2 يبقى زائد في 2، يبقى كده فرق الجهد اتوزع على المقاومة المكافئة للمقاومتين دول والمقاومة دي. طيب الـ VB دلوقتي عندي، يبقى كده هذا يؤدي إلى الـ VB عندي ب1.5، هيساوي في واحد احنا لسه حاسبينها ب3 من 10 زائد في 2، يبقى احنا نقدر نجيب في 2 بسهولة، يبقى كده عندي يطلع في 2 هتساوي 1.5 ننقص منها 3 من 10 تديني 1.2 من 10، بحسب فرق جهد يبقى دبل فولت. يبقى خلاص الفولت المتطبق هنا اللي هو في 2 عبارة عن 1.2 من 10. طيب دلوقتي انا عندي فرق الجهد ما بين طرفي المقاومة دي وعندي قيمة المقاومة، مش هقدر اجيب شدة التيار بسهولة من قانون اوم. طبعا نقدر نجيبها اللي هي عبارة عن اي اللي هو التيار الكلي اللي هيمر في المقاومة 8 اوم واللي هيمر في الدايرة كلها طبعا لانها متوصلة توالي مع البطارية، هيساوي فرق الجهد على طرفي المقاومة اللي احنا لسه جايبينه اللي هو 1.2 من 10 على قيمة المقاومة اللي هي 8. لو احنا حسبنا دي يطلع عندي بيساوي 15 من 100، وانا بحسب شدة التيار يبقى ده 15 من 100
امبير. دلوقتي التيار الكلي اللي هو اي بي 15 من 100، وعندي اي واحد اقدر احسب اي 2 بسهولة من العلاقة اللي بتقول ان اي الكلية دي بتساوي اي واحد زائد اي 2، لان التيار الكلي توزع على الفرعين اي واحد واي 2. طيب اي الكلية احنا لسه حاسبينها دلوقتي، يبقى كده هذا يؤدي الى اي الكلية 15 من 100 بتساوي اي واحد اللي هو مديهالي 3 من 100 زائد اي 2. لو حبينا نحسب قيمة اي 2 هتطلع عندنا اي 2 بتساوي طبعا 15 من 100 ناقص 3 من 100 تدينا 12 من 100، واحنا هنا بنحسب شدة التيار يبقى ده بالامبير. كده احنا جبنا شدة التيار اللي بيمر في المقاومة دي، وعندنا فرق الجهد المطبق على المقاومة دي، يبقى نقدر نجيب قيمة اكس بسهولة. يبقى كده يبقى عندي الـ Rx بتساوي الفولت المطبق هنا اللي هو عبارة V1 اللي هو فرق الجهد المطبق على المقاومة x على شدة التيار المارر في المقاومة x اللي هو I2. يبقى ده كده بيساوي 3 من 10 فرق الجهد على شدة التيار اللي احنا لسه حاسبينها اللي هي 12 من 100. لو حسبنا المقدار ده هيطلع بيساوي 2.5. طبعا احنا هنا بنحسب مقاومة يبقى 2.5 اوم. طبعا دي كده طريقة سهلة انت تقدر تحل بيها. طبعا في واحد تاني يقول احنا كده حسبنا التيار الكلي اللي هو طلع عندنا ب 15 من 100، وعندي فرق الجهد الكلي، بقدر احسب المقاومة المكافئة، واقدر اقول ان ار داش للدايرة دي اللي هي المقاومة المكافئة للدايرة دي هيساوي فرق الجهد اللي هو الفي بي ده اللي هو 1.5 على قيمة شدة التيار الكلي اللي هي 15 من 100. نبص نلاقي ان المقاومة المكافئة للدايرة دي هتطلع بتساوي 10 اوم. طيب طالما المقاومة المكافئة 10 اوم، المقاومة المكافئة هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن المقاومة دي توالي مع محصلة المقاومتين دول. يبقى كده المقاومة المكافئة دي العشرة، كده هنطرح منها التمانية عشان تديلي قيمة محصلة المقاومتين دول. يبقى كده المقاومتين دول المفروض تبقى قيمتهم كام؟ يبقى المفروض المقاومتين دول تبقى قيمتهم مع بعض 2 اوم. طيب المقاومة المكافئة للاتنين دول 2 اوم. طب هي عبارة عن ايه المقاومة المكافئة ليهم؟ اللي هي 1 على ار داش ليهم اللي هي 1/2 هيساوي 1/r1 اللي هي فوق ب10 زائد 1 على قيمة الـ Rx اللي احنا مش عارفين قيمتها قد ايه. طيب عشان احسب الـ Rx اعمل ايه؟ اجيب ده هنا بالسالب، لو جبته هنا بالناقص يبقى يطلع عندي 1/Rx بيساوي، لو قلنا النص ناقص 10 ده يساوي كام؟ طبعا نوحد المقامات على 10، يبقى 5 ناقص 1 تديني 4/10. لو احنا حبينا نجيب قيمة الـ Rx يبقى الـ Rx تساوي مقلوب القيمة دي، يبقى كده الـ Rx عندي هتساوي 10/4، وطبعا 10/4 لو حسبناها هتطلع بيساوي 2.5 اوم. يبقى سواء حليت بالطريقة الأولى أو حليت بالطريقة التانية هتوصلك لنفس النتيجة، وممكن في الامتحان تستخدم الطريقتين عشان تأكد كلامك. ويا رب أكون قدرت أفيدكم بحاجة في الفيديو ده، وانتظروني في فيديوهات تانية إن شاء الله وحل المسائل المهمة في كتاب بوكلت الوافي.